لي دونات مالحين كما كنعرفوا حنا دائما كنديروا لي دونات حلوين للوليدات. انا اختاريت اننا نديروا كفكره نديروا علاش لا ما نديروش هاد لي دونات هادو يكونوا مالحين بحشوه اللي مالحه. اول حاجه غنديروها اخي سناء غنوجدوا الحشوه باش تبرد لينا. غادي ناخذ واحد المقله غادي ندير فيها بصله كبيره يعني غنشلط هذيك البصيله وغنقطع الفلفله الخضراء والحمراء قطع حتى هي اللي صغيره مربعات صغيره وغادي ندير واحد الجزره حتى هي غنحكها خزويه غنحكها. هادشي كله غادي نشحرو مع شويه ديال زيت العود ومليحه كنشحرهم مزيان حتى كيبداو يهبطوا ليا هذيك البصله وديك الفلفله. من بعد اختي سناء كنضيف ليهم الكفته يعني هنا الكفته كتبقى اختياريه يمكن ناخذوا الدجاج او الطون او اللي عجبنا المهم الكفته كتبقى اختياريه. انا ضفت الكفته من بعد ضفت ليهم شويه ديال الملح شويه ديال الابزار شويه ديال التحميره وبطبيعه الحال اللي بغى صلصه تجي شويه حاره كيدير شويه ديال لاصوص الحاره او الهريسه. ايه صافي كنحرك هذا الشيء مزيان كنضيف لهم واحد شويه ديال الماء نقولوا ثلث الكاس ديال الماء غير باش طيب لينا ديك الكويته مع داك الخضيره اللي عندنا. كنغطي عليها مزيان كنخليها حتى كطيب وكتشحر وكتشرب هذيك المريقه وكنخليها اختي سناء جانبا وغادي ندوز باش نوجد العجين. اللي غادي نحتاج غناخد واحد الاناء اولا شي ولا العجانه المهم كل واحد وشنو عنده. انا خديت واحد الاناء غادي ندير فيه كاس ونص ديال الماء دافي. اول حاجه غادي ندير كاس ونص كاس بالعبار الكاس ديال العنبه كاس ونص ديال الماء دافي. غادي ندير دانون طبيعي ياغورت طبيعي ما فيه حتى شي نكهه. غادي ندير معلقه كبيره ديال الخميره حبوب ومعلقه كبيره ديال سنيده وخماره ديال الحلوه. غادي نحرك هاد المكونات مزيان بواحد المعلقه ولا بالطراب اليدوي وغادي نضيف عليهم غير واحد الكاس ديال الدقيق. غادي نغطيهم حتى يتفاعلوا تتفاعلي نشوف دار دوك البويقات وعاد غادي نوجد ديك الساعات غادي نبدا نضيف الدقيق شويه بشويه. انا كنعجن بيديا صافي ملي غنعجنها غادي ندهنها بواحد شويه ديال الزيت النباتيه غادي نخليها جانبا تخمر لي. من بعد راه الحشوه ديالي راها بارده غادي نشد هذيك العجين غادي ندير منها كويرات كويرات اللي صغيره ماشي كبيره في الحجم. دائما بالمساعده ديال الدقيق هذوك الكويرات غادي نطلقهم اخي سناء على شكل طول هكا هي بحال شكل مستطيلات طوالين. كل كويره ديال العجينه كنطلقها بشكل طولي بحال الكمير حريبل شويه كنطلقها مزيان كنسرحها كناخذ الحشوه كنديرها فيها هكا هي على شكل طول وكنبقى نسد كنسد هذاك العجينه كنردها على العجينه الاخرى وكنسد كنضغط بيديا مزيان حتى كتسد. كنشد هذاك الحريبل كندورو على شكل بحال الدمليش وكنسدو كنسدو مزيان وكناخذ شي طوالي عاد دخل الفرن كنديرها لها ورق الطبخ وكنوجدهم في هذيك لان هاد لي دونات غادي يكونوش مقليين غادي يكونوا في الفران واخا صافي. مني غادي نكمل هاد العجينه ديالي كامله كناخذ صفر بيضه ومعلقه صغيره ديال صلصه الطماطم مطيشه هذا الحك ومعلقه الراس المعلقه ديال الهريسه كتعطي واحد النكهه زوينه وكتعطينا حتى الحموريه. كنحركهم مزيان وكناخذ واحد الشيته وكنبقى ندهن لي دونات دياولي كندهنهم مزيان من الفوق ومن الجوانب وكناخذ اختي سناء داك الموتزاريلا مخلطه مع الفرماج الاحمر محكوكي كنديرهم من الفوق منهم. صافي اختي سناء كندخلهم للفران كيطيبوا مزيان وكيتحمروا كيجيو يا سلام كيجيو غزالين كفكره كيجيو رائعين فعلا كفكره الوليدات يديو معاهم دراسه بصح نحتفظوا بهم هكا في المجمد. أيه.